وعلى هذا فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا وهو صائم صيام نفل أو صيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام كفارة فصيامه تام صحيح، ولكن يجب عليه بمجرد أن يذكر أن يمتنع، حتى لو كانت اللقمة في فمه أو جرعة الماء في فمه فعليه أن يلفظها، ولا يجوز له بلعها بعد أن يذكر.